تمسك الشوط الأقام وتلا سابقا كل خطوة تبعدها كل من شافها قال بسم الله جارها الله من عيون حاسدها مثل رمية ناشاها ذلا محتديها الرمي عم واردها محتديها الرمي عم لعام 2020 بطولة الوردي على الانطلاق هذا الشوط النهائي هذه التصاريح اللي اظهروها المحللين كلاشو بن اللي وصعبة المية وبتشي من حايل صعبة تصريح العرماني لهذا الشوط النهائي شوط النهائي ما له غير هذا الشوط بن اللي ولا كلاش بالمسار الاول كلاش على انطلاقة قوية على المسار الله 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 على كلاش خلف مايا وبن اللي يقترب بن اللي تقترب هذه الايطالية الايطالية النمريات براما بوستا براما 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 بوستا بن اللي الله اكبر الله اكبر الله 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 على المركز الاول هذه البرون باستا هذه الايطاليه هذه النمريه اشتد الميدان كلاش بن اللي المانع قال وصرح الاول والثاني لبن اللي وكلاش لكن هناك المفاجاه صعبة تغترب صعبة ممكن تخطط وتخطف الأنظار والأضواء لكن بن اللي مستمر على الـ500 متر الله 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 سلامي السلام سلامي سلامي لجروب القوة والعمالقة وجروب الحزم على مايا على بن اللي على شوط صعب على شوط نهائي على الجائزة على الكأس على البطولة بمنطقة الأحساء ببطولة الورد على الـ20 متر نبارك لبن اللي الإيطالية صعبة تقترب صعبة على النهاية ولكن ألف مبروك ألف ألف مبروك لبن اللي المركز الأول برو باستا والمركز الثاني جروب العمالقة في صعبة صعبة المجال والمركز يا هلا هلا
جاي وبوها شان نداه كل المواد بطولة الورد لعام 1441 من الهجرة النبوية بالشكر الخالص الممتد الذي لا ينتهي لصاحب الفضل وصاحب اليد المعمورة أبو عبد الله التويجري يستاهل أكبر تحية. دعم هذه البطولة دعم طيب ومبارك، وهذه عادة عند أبو عبد الله ما يخليها الله يبيض وجهه. وأحب الأخوان في اللجنة المنظمة انهم يقدمون درع شكر لابو عبد الله، وهذا اقل ما يقدم له. صفقولة يا سعد. الله يبيض وجهك على هالدعم اللي غير مستغرب منك. وافي لي بعد. كما تحب اللجنة المنظمة يا الربع صوت يا الربع صوت يا شباب. الاخ حمد مبارك المسعود صاحب مجمع ركن الجمال الطبي على دعمه لجوائز الجمهور يستاهل تحية. حصل على المركز الخامس، وهذا جروب دائما ينافس وبقوة وظهر في الساحة لهذا الموسم، وأنا أعتبره جروب ما شاء الله جروب نمبر 1 منافس صعب، حصل على أشواط ومراكز عدة، جروب القوة لايك يستاهلون الله يوفقنا وياهم. الجائزة 500 ريال زائد مكمل غذائي. حصل على المركز الرابع الذيخ كلاش لقروب القوة، الجائزة 850 ريال زائد مكمل غذائي. حصل على المركز الثالث قروب الحزم الثانية ديالة، الجائزة 2000 ريال زائد مكمل غذائي زائد 3 اكياس مكعب زائد درع. حصل على المركز الثاني وبمنافسة قوية، والذارية يقولون لولا بعض الظروف كانت منافسة بينها وبين الذارية بنلي منافسة قوية. جروب العمالقة يستاهلون الذارية بصمة سالم فيصل، الجائزة 3000 زائد مكمل غذائي. صعبة 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 عفوا الذارية صعبة.
الجائزة 3000 زائد مكمل غذائي زائد 6 أكياس مكعب زائد درع. ختامية البطولة، بطلة بطولة الورد، وتستاهل هذا اللقب من بداية الموسم، وهي تنجز إنجازات صراحة مشرفة. والذارية إن شاءنا نطلق عليها بطلة المملكة، وإن لم تقوم بطولة للمملكة فهي تستحق لقب بطولة بطلة المملكة. الجائزة 6000 ريال زائد مكمل غذائي زائد 9 أكياس مكعب زائد درع البطولة، وتحية لأبو قيس الحاضر. شوط الضيوف حصل على المركز الثالث الثاني لقمة لقروب نجم سهيل، يستاهل ابو محمد. كما حصل على المركز الثاني، المركز الثاني أذهب لجروب نجم سهيل، يستاهلون، يستاهل أبو راشد. كما حصل على المركز الأول الثاني أسطورة لجروب نجم سهيل، نجم سهيل ما شاء الله مكتوب شوط الضيوف سباق امتعنا بسرعه فائقه. توقعت هذا بالجمهور الكبير فيها ويستر عليها من العين. يعطيك العافيه. توقعت الجمهور الكبير اللي بيحضر هذا اليوم؟ والله دائما المنطقه هذه تزعزع المهدات، واتوقع اكثر من الجمهور ذا يحضر. انت بصوتك وبطولاتك رجعت مجددا، ان شاء الله ان البطولات الجايه بالله الايام الجايه ان شاء الله بيجي دعم افضل من كذا باذن الله. معنا الان يستاهل والله. معنا الآن تركي الحارثي البطل من أبطال المملكة في مهد بطولة الورد في الشوط النهائي مع بنلي. عطني شعورك قبل المهد وبعد المهد. والله هذا الشعور شيء صراحة يعني لا يوصف. كل واحد رأي سلعة يجي عنده ترتيب، يجي عنده ارتباك غير. نمت البارح؟ الحمد لله نمت، كله توفيق من الله أول شيء. وسعد الصراحة متقطع النوم. لا والله متقل. لا نمنا وعيان الله من الله خير، حنا بس نبي الكلاب يوم تجي في مستواها اللي نعرفه، وجابته ما شاء الله، وهذا كله توفيق من الله. بن اللي بطلة وانتوا أبطال، وألف مبروك مجددا لكم ولقروبكم قروب القوة، واسم على مسمى وعلى هذا الأداء والتميز. الله يسلمكم، هذا كله من بركاتكم وتنظيمكم وترتيبكم، والله يكثر من أمثالكم إن شاء الله. يعطيك العافية أخوي تركي، وبالتوفيق إن شاء الله. أنت آمين وياك يا رب. توفيق لكم. شاكرين لكم ما قصرتوا.
معنا في حان العرماني. ألف 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 مبروك على حصولكم المركز الثاني. الله يبارك فيك. أبارك لأخوي تركي على حصوله على المركز الأول بضارية بنلي، وأشكر اللجنة وجميع الحضور على هذه الوقفة، والتواجد شيء صراحة يثلج الصدر، وبيض الله وجهك يا ابو ضبع على هالتقديم صراحه. اشكرك. يعطيك العافيه ابو فيصل، وان شاء الله فالكم الاول في المسابقات الجايه. واشكر اخويا الورد على ابو صالح على هذه البطوله، وان شاء الله انها تبقى كل سنه ان شاء الله. واشكرك انت يا شكرا لك ابو فيصل على هذا اللقاء، وبالتوفيق ان شاء الله. الاخونا غازي بن صالح الطلب لنجاح هذا المهد وهذا الاسم الغالي علينا جميعا، واللي حمسنا على الجيه وعلى الدعم وغير مستغرب اخونا غازي اخ العزيز غازي بن صالح الطاب. اقول فيه بيتين: الكفو كفو ما يبي زود وتعريف، ومدح الكفو ما هو بكلمه وحرفين، قوله فعل وهمته دوم. يعطيكم العافيه. ابو ضوبه تعليقه في البحرين. يا طالبين العلم قدام الجايزة تعطي طموح وعزيمة، وانا اجتهادي زاد عام ورا عام، اتعب ونكسب والمكاسب غنيمة. العلم يبني مجدي والمهل هدام،